السلام عليكم خوتي وخواتاتي، نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في صحه جيده يا رب. عالم ام صفاء، اليوم غنشارك معكم السميده. طلبوا مني شي اخوات السميده، غادي ندير بها الكسكسو. ما عليكم غير تابعوا الطريقه من البدايه حتى النهايه. وشكرا للناس اللي ضموا القناه جداد، شكرا لكم بزاف، داركم مرحبا بكم. شكرا بالقدام وشكرا بالجداد، شكرا بالعائله ديالي الاولى والثانيه، وشكرا لكم على لي لايك وشكرا لكم على التعاليق. وبسم الله على بركه الله ندير الطريقه كيفاش غنحضر، راه غتعجبكم. هنا بسم الله على بركه الله البنات، غنشارك معكم الكسكسو. كاين الحيمات الواحد على القدر ديالو. وهنا البنات كاين اللفت، انتم اللفت قاينا هنا في الطاليان، واحد البلاصه بعيد عنا بجوج سوايع. انتم اللفت الغبري واللفت الحجري، صافي. وخيزو هاد البطاطا الزايده بنتي، والبصله والربيع والمطيشه، ونغسل هاد الشيء ونقردو ونتلاقاو ان شاء الله، ونصبو الحيمه هي الاولى بعداك. المهم انا غادي نغسل الربيع ونقرد البصيله، ها هي، ونقادهم وانتوما معايا. صافي بعد ما غسلت البصله والمطيشه ندير الحيمه، حنا عقلاش داكشي علاش. ندير الزيت، كاس لاروب ديال الزيت. واحد الاخوات متبعات ديالي طلبوا مني السميده على شكل كسكسو بالسميده، وغادي نشاركو قلت انا نشاركو معكم. ايوا البنات هادشي اللي كاين خوتي وخواتاتي. نديرو هاد الحبه ديال المطيشه، هانتوما راه السر تبارك الله، واحد المذاق تيجي ديالو غزال. بغيتو تحكو المطيشه حكوها كيما نحك عاد ديما تشكوها. هادي بغيت نديرها صاينه بحال هكا، بغيت نديرها بحال هكا قشيره حتى تبقى محافظه على ديك القشيره. والبصله حتى هي صايده غنخليها من بعد. عندهم عيد البنات اليوم، طالعين عندهم عيد نطالي، كلشي ساد ما بقاش الدرعه الحمراء والبصله. وانا ما ديت ما جبت، صافي مني شي اخوات كتبوا لي الكسكسو بقاو داكشي اللي كان، وكل شيء تيجي زوين وبنين. المهم نديرو العطريه حتى هي يا غندير العطريه البنات. ندير سكين الخرقوم، معلقه صغيره البنات، معلقه صغيره ديال الخرقوم ما تفوتوهاش. اللي كانت الكميه قليله، كانت الكميه كثيره تنديرو معلقه كبيره. غندير واحد الكنور ديال السمن، ما تيكلش مجهد بحال السمن. صافي معلقه ديال السكنجبير حتى هيايا. كاين عندنا واحد البرد، كاين السما هنا في ايطاليا وكاين البرد والسقيل عيد المسيح. صافي البزار مع كحل، دير من راس معلقه، درت السكنجبير. غادي ندير البنات هذاك القزبر حبوب، غادي نديرو ندير الملح على حسب الذوق، ورد الحليب ديالي تقليه، وانا معاكم ان شاء الله. صافي هي البنات راه كتقلى، هاكا كندير الشوكة، هاهي الشوكة، هنا درت ديك مرشة المطحون نصو، درت المكاس، صافي غنسد على الحيمة حتى طايب، غادي نروج الما طايب هو صوتي طايب كدايا، أنا نتاكل الحيمة، ندوز نوصل السميدة إن شاء الله بحسب الطريقة ديالي. صافي هنا البنات هي السميده، كاين العروب ديال السميده، طريقتها زوينه البنات. هذا راه غير بحال دايره فيها باش ما تدوبش، لحتو فيها بحال هكا وتفرتتها الحار. هذا البنات قرفوا على الحار، هذا هو سر من الاسرار. ديروه في الدقيق ولا ديروه في كسكسو ولا سميدة ولا فينو ولا باش ما يدوبش ليكم ولا يرومد ولا. صافي بحال هكا ترشوها، صافي نبدا نعك فيها بحال هكا. وملي تنشف شويه ندير ليها واحد جوج معالق ديال الزيت النباتية، ماشي زيت العود، حتى لاخر بغيتو ديرو زيت العود ديرو في لاخر. اللي تيبغي السمن يدير السمن، ما يبغيش لا زيت لا والو، دير غير زيت نباتية. هانتوما ساهلة ساهلة البنات، غنخليها تنشف واحد عشرة دقايق، عاد ندهنها بجوج معالق ديال الزيت ونديرها تفور. شوفو هانتوما ساهلة، هاهما نتابعوني وغادي ان شاء الله
تجيكم سهله. شكرا اللي طلبوا مني الكسكسو بالسميده، حيت حنا محتاجين ناكلو نيت مع الفيتا. تجاو هما هادو، واخا ما كاينش القرعه، كاين خيزو، كاين لفت، كاين الحمص. معليش صافينا لا فوره الاولى البنات، خليت 10 دقائق البنات، 10 دقائق هي الفطور صافي. نورك عليها غير شويه بحال هكا، نشوفها فين هذيك الزروجه مقلات في التقليته. نعطيكم الزيت كما تعلمت انا في الاول، هما دابا صافي زيت عليها. اش ندير لها الزيت؟ ممكن ندير لها كاس عامر ديال الماء مع الزبده. دابا انا غنحط فيها السخون دفيني كفته، نتمنى من الله يكون الصوت واضح ليكم مع كوكوط زغرت. هانتو شوف تبارك الله، هانتو غادا نديرها واحد الكاس ديال الما صافي باش متعجنش. كيف اللي بغا كترنا ليها الما تتعجن، خليوها فين تكبع وفين تطلع وفين تنفخ الراسة. هاهو نكاس ديال الما بنات صافي، نخليها واحد شوية واحد 5 دقائق، نخليها ترتاح وقصرية نعاود نديرها الفوق ونتلاقاو تاني. صافي هنا البنات خواتاتي 10 دقائق مرة أخرى، هانتوما بدا كيلصق ما والو تبارك الله. صافي غندير الملح على الفوره اللخرة، غندير الملح على حسب الذوق، كل واحد الذوق ديالو على الملح. صافي وغادي ندير ليها الماء الكافي، هانا الغرف كامل غندير ندير الماء الكاس كامل، ونبرد الكوكوطية طفات عليها، نديرو الخضيرة، نزيدو لاصوص ديال المطيشة، نزيدو نشوفو واش خاصها. هانتوما البنات عالم أم صفاء، طريقتها ساهلة وبسيطة، وحتى الشرح البنات المبتدئات إن شاء الله راه يجيكم كلشي ساهل. هانتوما صافي نخليها بحال هكا ضغطة على بعضياتها، باش تلخصها الما وقلبتها وبقيتها تتجمع. هانتوما هي تتجمع دابا، ولكن غادي نشوف. صافي هنا حليت الكوكو كيما قلت لكم، غادي ندير شويه مطيشه مركزه ماشي بزاف، غير شويه، وغندير الخضره ديالي تبقى معايا. صافي هنا البنات هانتوما حنا مضروبين على الحار، كل واحد والحار ديالو اللي تياكل الحار. صافي غندير خيزو، ندير لفت، درت الحك ديال الحمص، ما عطاش فازك عدي، شريت فازك كنشري مرة مرة، فهمتي نتقدا تنشري القراعي ولا الحكاك بحال هكا. ما عدتش أنا باغا نتعمدت ندير لفت صين زوين. هانتوما البنات ديرو هاد الوريقة لكم عالم أم صفاء، ديرو هاد الوريقات في الكسكسو الفيتة بوريقاتهم راه تيجيو زوينين. ايوا البنات عرفتو المغرب، طالعه في 4 سنين البنات ما شفت المغرب، توحشت اللفت والله، توحشت ريحة البلاد تاعها معايا. بس نهضر معاكم خليتكم مشيت نجيب الناس، دعاو معايا البنات مشي للمغرب. هاد البطاطا عزيزة على بنتي في الكسكس، غندير سيسه عليها في الكسكسو هادي البصيله اللي قلت لكم، غادي ندير حتى الاخر، ممكن لكم حتى تحكوها تعطي واحد البنه زوينه في الكسكسو زوينه. غادي نزيد واحد شويه الملح فوق الخضار حتى تغلى وندوق، خاصه الملح نزيد الملح. نخلي لكم الكاميرا ديالي تجيكم الفيديو طويل، كنمشي نغسل يدي نعاود نرجع.
فيا بعيدة وقعت فيا. ندير شويه البزار حتى هو بحال هكا شويه معاك بحال هاد البصح ما زوينش صافي. ولا صوص غادي نزيد شويه لاصوص نضم هادي كفاني نضم كفاني كنزيد شويه لاصوص بحال هكا صافي. وغادي نسد الكسكسوره صافي. غادي ندير لي كما قلت لكم شويه الزيت ها هويا كسيتو حتى هويا ونديرو الفور واحد 10 دقائق ونتلاقاو ان شاء الله ملي يطيب الكسكسو. صافي انا خواتي سي نصبتي معاكم صافي الكسكسو هو طلع وداك الكريتي تاع الريحه تاع العلم زوينه حتى هي البنات. هاهي الا كاع الليف شي بلاصه كاين اللفت عجب واللفت راه زوين. صافي بلا ما تبردوا الكسكسو كيتصبوا كيسكيو باش يبقى زوين ويشرب ويجي ملابق. هذاك الكسكسو ملي تبقاو تبردوا فيه راه ما تيتلقمش ما تيجي زوين. ولا ما بردتوش يجي الكسكسو زوين. صافي تندير داك الحفاره غنحط الحيمه ونحط هانتوما شتو بنات المبتدئات اللي باغا تسكيو المريقه يا سلام الحار الحار اللي عليه العمده هانتوما. نقولش لكم واحد الريحه كيبقى تدور في الدار يا بنات راه الكاميرا ديال هاد اللفت علم زوينات. وانا راه تعمدت كما قلت لكم نديرو بالورقه ديالتو راه مزيان سهله البنات كيفاش تصبوا لاصوص كيفاش تقادوا الخضره كيفاش انتما واضح ليكم. صافي تتعاودوا تقادوا بحال هكايا قادي راه ساهل. صافي هنا اخواتاتي نتوما شفتوا حصيريه تبارك الله تتجي غزاله ونتمنىكم تجربوها راه تتجي لذيذه ومع الفيته تعطاوها واحد المذاق رائع. وراك شفتوا نصيب ساهل السميده هي راه ساهله. اخواتي اللي طلبتوا مني السميده نتمنىكم تشوفوا الفيديو وتخليوا لي تعاليق وبالسلامه عليكم ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده. وشكرا لكم اي واحد خلى تعليق اي واحد خلى لي لايك شكرا لكم بزاف اللي خطيكم.